شالوا كاس بس قدروا يحققوا بطولات مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعملها. صح. وراح دفاع عرسية يا دي عبد الجليل الواد راح بارك على الارض. اوباي لو كنت معاك يا ابراهيم ده كانت الدنيا اختلفت. ده انا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في اسرائيل ويرن. اصل بص خبطه الروسيه دي ليها اصول وانا الروسيات بتدرس عندنا في منشيه ناصر وفي الدويقه. يا ابني اسمع بص اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه يقوم جاي له تنشن في كتافه تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك تقوم مفلوقه نصين زي الخروه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهامي اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا. ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي واضرب في الحقن. ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في يالا بس بس بس, بس بقى ايه انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟ انتوا مفكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المال مش مستمتع بالرحله معانا. مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كاتيان في نفسه كده بيهر كتير. كاتيان في نفسه؟ اه هو كاتيان في نفسه فعلا. والعصر دول هتعملوا معاهم ايه يا بشير؟ اسرائيل طالب البدل ونحن معنا مانع راح نبدلهم ب 500 معتقل من السجون الاسرائيليه. يا الثمانيه ب 500 شفت هلا قيمه العمل اللي عملته هنا شباب؟ شوف كم عيل راح بتفرح فيه. طيب انا ليا طلب عندك يا حسين. امور يا ناجي بيك. في اسير بقاله 16 سنه معتقل في السجون الاسرائيليه. انا عايز الاسير ده بالذات يطلع المره دي. اذا كان بعده عايش. ان شاء الله لسه عايش. شو اسمه؟ اسمه طارق زياد. من غزه هو بقاله 16 سنه معتقل. ان شاء الله بيفرج عنه يا اخي ناجي. طيب ما قلتليش هنرجع مصر ازاي؟ كل شيء مرتب بالنسبة لإلكم. رح تطلعوا من هون على الشام. وبالشام رح بلاقيكم أخ من رجالنا اسمه أبو القاسم. وصلكم على مصر سالمين آمنين. طب وليه ما نطلعش عن طريق لبنان؟ ما بتطلع على طريق لبنان ومعك كل هالمصاري؟ إيه والله ما بتطلع بدولار واحد. عملاء إسرائيل من تشريم كل الوطن العربي. وأنتم صرتوا معروفين بالنسبة لإسرائيل. ولحتى يجيبوكم مستعدين يدفعوا أكثر بكثير من يلي أخذتوه منهم. ناجي عطا الله هو الزعيم بتاعهم ده واضح بدون أي شك. كانوا مجندين معاه وهو بيخدم لكن لما ساب السفارة هناك رجع مصر بسرعة ولمهم تاني. عشان كده في علامتين استفهام مش عارفين نلاقي لهم اي تفسير. الولاد دول راحوا اسرائيل ليه؟ وليه اسرائيل متمسكه بيهم قوي كده؟ طبعا مش ممكن يكون عايز يجندهم في الجيش الاسرائيلي يا فندم. لا 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 استبعد الكلام ده خالص. الولاد دول نوايتهم ما تعملش الكلام ده ببساطه وفي الوقت القليل ده. كلهم عندهم مشاكل في حياتهم يا فندم. انا عندي تقارير عن كل واحد فيهم ما توصلهمش النتيجة باللي انت بتقوله. بالعكس انا الاوقع بالنسبة لي ان الاولاد دول اللي فجروا المبنى بتاع تل ابيب. بس لو كان كده يا فندم المفروض ان المقاومة اللبنانية تساعدهم مش تسلمهم. مين البيت دي؟ محدش عارف يجيب اخبارها؟ لسه يا فندم. شوفوا يا جماعة المفروض نظريا ان ناجي عطا الله واللي معاه ما خرجوش بره مصر يبقى أكيد هيرجعوا مصر في أقرب فرصة. عملتوا إيه مع أهليهم؟ أقنعناهم سعادتك إن هم أشباه وإن هم شغالين في موقع في شرم الشيخ تحت عينينا وإنهم راجعين قريب قوي. واقتنعوا؟ سعادتك عارف المصريين ما بيقتنعوش بسهولة وخصوصا الست أم عبد الجليل دي. ست فظيعة يا فندم ملهاش حل. لولا الملامة كنت قلت لسعادتك تشغلها معانا. ست يا فندم ذكية ذكاء خارق. ايوه وحمد المصري ابو حسام تقريبا عنده انهيار عصبي
مش قادر يتملك أعصابه. طبعا أنا حاولت أطمنه على قد ما قدرت. طبعا يا أحمد مش محتاج أقولك لازم مراقبة مشددة على أهاليهم عشان نقدر نوصل ليهم. الأولاد دول لازم هيتصلوا بأهاليهم عشان يطمنوهم. هتوحشونا ابو حسين، بس احنا دايما هندعي لكم ان ربنا يوفقكم وينصركم. نحن اخوي يا خنازي، وانتم بالقلب على طول العمر، وما راح ننسى ابدا يلي عملتوه. ايه ده يا ابو حسين؟ هيلا تموت اذا بتتفضل. انس النضال واتنين بقلبه بعيد الشر عنك. اذا حدا وقفكم على الطريق بتقولوا بس رايحين ندفن هالجد بالشام، وهيدا تصريح غير تصريح بالدفن. اتفضل. ابو القاسم مش هيستنانا على الحدود السوريه؟ لا، هو حاسسكم باوتيل بعيد عن عيون الناس، وهيدا عنوان الاوتيل. راح بتبيتوا الليله هونيك، وبكره الصبح بتروحوا طوالي على مصر ان شاء الله. طب دلوقتي احنا ما معناش اوراق، هنعمل ايه على الحدود السوريه؟ هيدي هويتكم، ما حدا بيقدر يوقفكم ابدا. رح بتمروا مثل ما تمر الشعره من العجينه، مش هيك بتقولوا بمصر؟ وهيدا تليفون خليه معك، اذا صار معكم شيء بتحكيني، ونحن بعشر دقايق بنكون عندك. ربنا ما يحرمنا منك يا ابو حسين. يلا لضل.